استاذ فادي، اليوم قديش أهمية هالمبادرات بنمو لبنان اقتصاديا ورفع صورته بالعالم؟ نحن بنعتبر لبنان بلد قدرات وطاقات، مش بس بلد مشاكل، والصناعة ركيزة أساسية، والصناعات الغذائية هي بتصدر صادراتنا إلى العالم، ونحن بنصدر إلى البلدان الأكثر رقي وأكثر تطلبا. يعني عنا قدرات، ونحن اليوم كمان عنا طاقة كتير مهمة، هي الاغتراب والانتشار اللبناني حول العالم. مش هيك بنشوف هالمبادرة؟ نحن من زمان بجمعية الصناعيين بنقول خلينا نراهن على تميزنا التفاضلي، ومن ضمنه تواصلنا مع الانتشار. مش هيك انا بشوف هذه عملية استراتيجية تسمح للبنانيين يتواصلوا مع الاغتراب اللبناني باسواق. يعني نحن تقليديا الاسواق يلي فيها كثير مغتربين ما بتستورد كثير من لبنان، يعني عندنا امكانيات. ومش هيك عم نقول اذا كل شخص بيشتري كل يعني في الانتشار اللبناني بيتقدر بين 8 و 14 مليون شخص، اذا كل واحد اشترى ب 100 دولار بالسنه، هيدا 100 مليار دولار قادرين نزيد فيه صادراتنا. هيدي مبادره جباره، انا بهني وزير الخارجيه عليها وفريق عمله، وبهني وبشوف حالنا بالصناعيين مثل المصنع اللي احنا فيه اليوم بيرفعنا راسنا، هو سفير لبنان حول العالم. بيصدر هالمصنع بيصدر ل 600 مركز بيع بالعالم، ونحن كنا هون، انا بتذكر كنت هون مش من زمان عم بيدشن جناح جديد، كان اللي عم نسمع اصوات داعش يعني بسوريا. هيدا تتشوفي قديش العناد اللبناني وقدراته رغم من كل الظروف. هيدي فخر للبنان وقوة لشباب لبنان. نحن كل همنا خلي شباب لبنان بأرضهم، خليهم بأرضهم، خليهم ببلدهم. هيدا كمان المصنع والصناعات الغذائية ترتبط بالقطاع الزراعي، يعني حلقة متكاملة تنهض بالاقتصاد. هيدي شغلة كتير مهمة ونفتخر فيها.